بين هذه الأروقة الهامة انطلقت جولة مميزة لعدد من الإعلاميين داخل شركة أرامكو السعودية، حيث رافقناهم بكاميرا صباح السعودية في عدد من الأقسام، حيث بدأت الجولة بلقاء رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، ثم التجول في غرفة التحكم الرئيسية التي تعتبر الأهم في الشركة، وكذلك مركز التدريب الذي يحتوي على كل المقومات لتدريب موظفي الشركة في المجالات المختلفة. لم تتوقف الجولة عند هذا، بل كان الاستعداد لرحلة هامة إلى حقل شيبة النفطي في صحراء الربع الخالي، والذي ينتج يومياً ما يقارب 750 ألف برميل من النفط. حقل شيبة من الحقول المهمة في أرامكو السعودية، ينتج 750 ألف، وخلال الأسابيع القادمة إن شاء الله بيرتفع الأنتاج من 750 ألف برميل في اليوم إلى 1 مليون برميل في اليوم، بالإضافة إلى سوائل الغاز اللي ستنتج بحدود 200 الطاقة الاستيعابية حوالي 270 ألف برميل. فمؤشرات جيدة في حقل شيبة، وإن شاء الله نطلع على زيارتكم لحقل الشيبة، وإن شاء الله بتكون زيارة جيدة ومثمرة لكم. ما لمسناه بوضوح في حقل الشيبة حضور الشاب السعودي بقوة في الميدان، حيث كانت الأجواء في هذا اليوم قاسية وسط رمال الصحراء. في ظل هذه الظروف الجوية المتقلبة والقاسية، يثبت الشاب السعودي بأنه قادر على الإنجاز والإبداع في حقل من أهم الحقول النفطية على مستوى المملكة. حقل شيبة الذي يقع في جنوب شرق المملكة تم افتتاحه في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود في العام 1998 للميلاد، وقد افتتحه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حيث كان وليا للعهد وقتها. وقد وفرت أرامكو السعودية في هذا الحقل كل الخدمات للعاملين من مدينة سكنية متكاملة ومطار يعمل على مدار الساعة لنقل الموظفين والعمال. وقد تفاعل الإعلاميين من جميع مناطق المملكة بهذه الرحلة، متفائلين بالإنجازات الرائعة لهذا الوطن ولهذه الشركة الرائدة. حقل شيبة أثبت أنه قدرة الشباب السعودي على التواوم مع الظروف المختلفة، خاصة بعد ما عرفنا النسبة أنه توصل إلى 95% من نسبة إجمالي العاملين في ظل الظروف الصعبة هذه. لكن ما شاء الله، يعني حقل ينتج خلال أسبوعين تقريباً أو ثلاثة أسابيع بحسب ما أكد رئيس شركة أرامكو، 1 مليون برميل يومياً، وموصول بطريق البطحة حوالي 400 كيلو. يعني الحقل يستحق الزيارة بصراحة، أصبح معلم سياحي أكثر من أنه حقل نفطي. التوسع واضح أنه في المباني، في المنطقة الصناعية، إنتاج معمل الغاز وإنتاج 270 ألف برميل يوميا من الزيت. هذا كله طبعا توسع، ولاحظنا كمان الشباب اللي قدمونا العرض يعني بلغونا انه ما زال يعني الحلم بقيه، ما زال في توسع اكبر من ما هو موجود حاليا. تأتي مبادرة أرامكو السعودية لزيارة مرافقها المختلفة بما فيها حقل شيبة تجسيداً للتواصل مع الإعلاميين الذين بدورهم يقومون بنقل هذه الجهود الجبارة للمجتمع، لأنها تجسد تطلعات القيادة وإنجازات الوطن. لبرنامج صباح السعودية، محمد الحمادي، الظهران.